انا اسمي فايزه حيدر، كابتن منتخب مصر ونادي الطيران، واول مدرب معتمد من الاتحاد الانجليزي، ودلوقتي المدرب العام لنادي ايدي الجندي والمدرب العام لنادي الطيران الفريق الاول للسيدات. بدايتي كنت بلعب وانا عندي 5 سنين في الشارع مع الولاد، وتقريبا ما كانش فيه ولا بنت بتلعب، والحمد لله حالفني الحظ ان انا لعبت اول دوري كره قدم نسائيه سنه 1997. شاركت مع منتخب مصر في تصفيات كاس الامم الافريقيه سنه 98، وكنت من اصغر اللاعبات في المنتخب، كان وقتها عندي 14 سنه. كنت اول صفقه تتباع لكره القدم النسائيه من نادي حلوان العام لنادي الطيران، انا وكابتن سهام فؤاد ب 5000 جنيه، والحمد لله كملت مسيرتي مع نادي الطيران، اخذت اول بطوله دوري ليهم على مستوى الدوري العام سنه 2005. شاركت مع منتخب مصر بقى اول بطوله عرب، وصلت لدوره الالعاب الافريقيه 2015، وصلت كاس امم 2016. كابتن منتخب مصر بقى لي اكتر من 10 سنين، والحمد لله لسه بلعب وبدرب وبحاضر. كنت المدير الفني لنادي الطيران موسم 18-19، الفرقه اللي انا بلعب فيها، وحققت بطوله الدرع العام لنادي الطيران بعد غياب من 2005 ل 2018، ودي كانت اول مره في تاريخ الكوره ان بنت تحقق انجاز هي ولاعيبه ومدير فني في نفس الوقت، والحمد لله ان ربنا كرمني. لما اتيحت الفرصه انا كنت مخطط من فتره، وكنا على تواصل مع بعض انا وفايزه حيدر، لان احنا نعرف بعض من 4-5 سنين، وكنا عايزين نشتغل مع بعض، وانا وعدتها ان احنا ان شاء الله في اقرب فرصه او لما تجيلي الفرصه ان احنا هنبقى مع بعض وهتبقي مدرب عام معايا. لما جات لي الفرصه كلمتها، وهي الحمد لله يعني كانت عندها من الوقت ان هي تبقى موجوده وظروفها سمحت، فاخدنا التجربه. كان مركز شباب نهضه شرق حلوان اللي انا بدات فيه في 2009 كان عايز يشارك في بطوله دوري المراكز، فقالوا لي يا كابتن فايزه احنا بنعد الناس لبطوله دوري مراكز الشباب، فنتمنى انك تيجي تشتغلي مع الناس. وابتدينا نجمع فرقه من الاول، ناس تحت 20 سنه، ناس عندها خبرات. فكابتن معتز قال لي عايز العبك ماتش ودي، كلمني قال لي عايز العبك ماتش ودي، قلت له انا عندي فرقه في حلوان لسه بجمعها. راح قايل لي بالظبط كده ما تيجي تشتغلي معايا. فاحنا الورق بتاع مراكز الشباب ما كانش راح، فقلت له طبعا انا من غير ما افكر الفكره نفسها انك تدور تدرب فرقه في الدرجه الرابعه حاجه كويسه، وانا متاكده ان من اول ما قال لي ان انا حسيت ان انا هعمل حاجه. ما عنديش انا فكره ان انا اخترت ست عشان الفت النظر او علشان شو اعلامي او كده، لا هي بنت شاطره جدا وبتفهم في الكوره جدا، وده قليل في مصر مش كتير، فبالتالي احنا لما نلاقي كادر زي ده موجود في المجال بتاعنا محتاج فرصه، ليه ما نديهالوش، وليه انا ما استغلش القدرات اللي عندها وان هي عندها الشغف انها تنجح في المجال دوت واوظفه لصالح المكان ولصالح التجربه كلها. لما جت الفرصه دي هي ثقه كبيره جدا منه، لان الناس كلها عماله انتقادات بنت تدرب ازاي، هو من قله الرجاله يعني انت فهم الناس ممكن تكون لسه رؤيتهم دي، بس ان شاء الله لو حققنا نجاح الناس كلها هتشتغل على ده. ايديا الجولدي ظروفه وهدفه مش الصعود للدوري الممتاز الفتره دي. ايديا الجولدي هدفه الفتره دي ان هو يوفر امكانيات ماليه ويحاول ان هو يبقى السكند تيم لنادي جولدي. فاضل لي ايه عشان اصعد؟ فاضل لي سبونسر بس، امكانيات ماليه. انا لو توفر لي سبونسر هقدر ان انا اجيب 5 لعيبه كبار يبقوا سند للمجموعه الصغيره اللي موجودين، وباذن الله ساعتها اقدر ان انا ان شاء الله اوعد اداره جولدي بالصعود. يعني احنا لما نشتغل والناس تتنمر علينا زي ما بدانا في كره القدم النسائيه، الناس كلها كانت بتشتمنا وتحدف علينا طوب، بس دلوقتي كره القدم النسائيه في حته ثانيه. انا الناس هتتنمر دلوقتي وهتقول وهتستهزأ، بس ان شاء الله نشوف مدربات كتيره في مكانه كويسه ويمسكوا ده مدربات في الممتاز. التيم او الجهاز بتاعي اللي موجود دلوقتي هو اللي ان شاء الله هينتقل معايا في كل مكان. انا بشتغل بشكل فردي كمحلل اداء للقنوات والانديه الدوري الممتاز ومدربين الدوري الممتاز والممتاز بيه، لكن بشكل جماعي كهيد كوتش ده التيم اللي هيتحرك معايا في اي مكان، واولهم طبعا فايزه حيدر. وبالفعل جالنا يعني عروض الشهر اللي فات ده، لكن احنا ملتزمين بتعاقد مع ايديا الجولدي، فهنكمل التجربه وفي اخر السيزون ان شاء الله نشوف الاتجاه بتاعنا هيكون فين. يعني بطلب من الاعلام بعد النتائج اللي هيحققها نادي ايديا الجولدي باذن الله ان الناس تبقى شايفه الجزء ده من حقيقه الامر، لان هو مش بس هنقول ان اول ست دربت او هي ست دربت نادي ايديا الجولدي، لا، ايه الانجاز اللي قدرت تحققه الكابتن فايزه او غيرها من المدربات على اساس ان انت تقدر تحقق نجاح كويس. مفيش اختلاف في الوضع، بس هي اختلاف في الشخصيه اللي بتقابلك قدامك عامله ازاي. لما يتعامل راجل قدام راجل ممكن الموضوع مختلف ما بين مدربه وراجل، الاسلوب نفسه ممكن يبقى مختلف شويه، بس هي نفس الحاجه اللي ممكن تكون بتتقال، اصل هي كده في الاخر كلها كوره، فنفس التعليمات اللي بتتقال، نفس التوجيهات، نفس الارشادات اللي بتتقال، ممكن تمارين تاكتكس فيها شويه مختلف،
بس لا الوضع مش مختلف كتعليمات او مدرب او مدربه. كمان معتز سافرت بره كتير وعملت معايشات كتير في الصين وفي روسيا وفي تايلاند في اندونيسيا في حاجه. الحاجات دي طبيعي، احنا كان مشرفة على التمرين بتاعنا بالكامل مدربه مع الهيد كوتش، في مدربه هي اللي بتعمل كل حاجه وبتشخط فيك وبتزعق فيك، فالمنتاليتي دي موجوده بره عادي، ده بيحصل عادي. يعني لو نتذكر مورينهو في مره جاب مدربه بنت عشان خاطر بيبي كان يخليه، يعني فالموضوع ده عادي جدا جدا. لكن هي الفكره هنا في مصر عشان دي حاجه جديده، ممكن يحصل نوع من انواع التنمر للفرق الثانيه، ازاي ده انتوا مدربتكم واحده بنت بتاع الكلام ده. لكن في الاول وفي الاخر ده بعد كده هتلاقي لما تلاقي نتيجه وشغل موجود معانا هتلاقي الدنيا خلاص الناس بدات تحاول تكرر التجربه دي. جهاز فني من فرقه كنت رايحه العبها في الدوري بتاع 2009 ده، وانا داخله من الباب هم بيتكلموا مع بعض وانا سامعه، يعني هو بيسمعني، قال له ايه يا عم دي بنت داخله، ده احنا هنديها على قفاها 3-4. فانا الاولاد اللي معايا ابتدوا يتعصبوا واللي عايز يتخانق، وانا اخويا كان بدربه من ضمن التيم بتاع الفريق من ال 18 اللي كانوا رايحين الماتش. قلت لهم لا 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 احنا عندنا ايه النهارده؟ قالوا عندنا مباراه. قلت لهم لو خدنا 3 نقط وكسبنا فاحنا هنرد احسن رد وهنمشي باحترامنا والناس كلها تحيينا وتسقف لنا. وقد كان الحمد لله ربنا كرمنا بالنتيجه واخدنا 3 نقط، ومجلس اداره النادي عرض عليا ان انا اشتغل مع الفريق اللي انا كسبته. هو مش انا بس اللي هعمل اي حاجه، هو طبعا كلنا فريق واحد وكلنا عيله واحده، ما حدش بيقبل اي حاجه عيب على عيلته، سواء بقى هي كانت مدربه او مدرب. يعني الموضوع مش هيبقى فارق مع اللعيبه نفسها، لا هو شخص في العيله نفسها ممكن يكون حد بيجي عليه، فرد فعلنا مش هيبقى عشان كابتن فايزه، لا هي عشان اي حد في العيله، فيعني الموضوع هيبقى واحد في كله. دلوقتي الحمد لله الفكر اختلف عند اهلي وعند المجتمع وعند الناس كلها، وكل الناس بقت تتمنى. يعني قرايبي مثلا زمان كانوا يقولوا مامتي ازاي سايباها تلعب كوره، دلوقتي الناس بتقول انا نفسي بنتي تبقى زيها، او الناس في الشارع او في المجتمع كله دلوقتي بيقولوا نفسنا نبقى زيك، سواء على مستوى البنات او الاولاد كمان. يعني الاولاد يقولوا نفسي العب منتخب مصر او اشارك في فرق في الدوري الممتاز.